وفي السنة الثالثة من موسم الرياضة رفعت هيئة الترفيه سقف التحدي وفاقت كل التوقعات. قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية صار نموذج عالمي يحتذى به في مجال صناعة الترفيه ونشر البهجة. فالواقع تفوق على الخيال في موسم رفع فوق الخيال شعارنا. أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض. هذه السنة أمنيات كثيرة صارت إنجازات. ليلة ورا ليلة، فعالية بعد فعالية أدهشت السعودية العالم وبالأرقام. يلا بالتوفيق انطلقوا. ملايين الزوار قصدوا موسم الرياض. أكثر من 15 منطقة ترفيهية. أكثر من 10 أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وآلاف الشركات وعدد لا يحصى من الخدمات الترفيهية. عروض وحفلات عالمية، مسرحيات، معارض، أحداث رياضية، ليالي طربية، وأمسيات فنية غير مسبوقة. هيئة الترفيه أخذتنا هذا الموسم في رحلة وتجارب فاقت الخيال. تخيلنا وتخيلنا أكثر، واليوم بناخذكم فوق الخيال. فلأي عوالم بتنقلنا حنا ومخيلتنا بالسنوات والمواسم المقبلة.